السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مواقيت الصلاة في مصر اليوم الخميس 15/9/2022، فضلا منكم دعمي باشتراك ولايك جزاكم الله خيرا. مواقيت الصلاة على القاهرة 15 سبتمبر 2022 الفجر بإذن الله تعالى في 4:12 الشروق على 5:39 الظهر على 11:50 العصر يؤذن في 3:45 المغرب 6:01 العشاء 7:19 الأسكندرية. مواقيت الصلاة على الأسكندرية 15 سبتمبر 2022 الفجر 4:15 الشروق على 5:44 الظهر 11:56 العصر على 3:26 المغرب في 6:06 العشاء 7:25. مواقيت الصلاة على أسوان الخميس 15 سبتمبر 2022 الفجر على 4:12 الشروق 5:35 الظهر 11:44 الظهر على 11:44 العصر على 3:11 المغرب 5:52 العشاء 7:06. مواقيت الصلاة على المنوفية الخميس 15 سبتمبر 2022 الفجر 4:12 الشروق بإذن الله على المنوفية في 5:45 الظهر على 11:51 العصر على 3:21 المغرب 6:02 العشاء على المنوفية بإذن الله تكون في 7:20. أنا بشكركم لحسن استماعكم فضلا وليس أمر، دعمي بلايك واشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.